هاي، أنا اليوم بأبو ظبي عم بصور ببروجرام زهرة الخليج وكتير مبسوطة. طبعا أكيد الألبوم صار جاهز وبس ناطرة الأوضاع إن شاء الله تروق بكل العالم العربي، لأنه ألبوم كتير حلو بيتضمن تقريبا لهلا 14 أغنية. تعاملت فيه مع يعني أكيد طبعا شعراء وملحنين لبنانية، ومنهم دكتور الكويتي دكتور يعقوب الخبازي، في أغنية لبنانية كتير حلوة، وكمان عدة أغاني خليجية بالألبوم، وفي طبعا معظم الألبوم يعني أغاني لبنانية، وفي أغنيتين مصرية، وإن شاء الله يعمل شغل حلو هذا الألبوم بإذن الله. اتعب علي لو تبغي توصل، انت ليه اعمل عشاني اي شيء؟ اتعب علي اتعب علي لو اديك تلامس ايدي او تسكن بروحي وعيني. اتعب علي اتعب علي اتعب اتعب علي لو تبغي توصل، انت لي حضور يسرق الانوار من صحرا الجمال غار، حبيبي مثل بد ما صار ماله بالحلا سهني. من يكمل يشاغلهم من نظرة يحيرهم، يا سيدي انت ساحرهم، يا غلى الناس وخلاني يا غلى الناس وخلاني. شغلت الفكر والاحساس، خوف